يسعد مسا كل من يشاهدنا عبر روتانا خليجية، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من عربود نبدأها مع أهم العناوين. عمرو دياب يحيي رأس السنة خارج الدول العربية. إيش هي الأفلام العشرة اللي تصدرت على الإيرادات على شباك التذاكر عام 2013 في أمريكا؟ إيش هي أمنيات النجوم الأتراك قبل الشهرة؟ من هم أبرز المشاهير اللي رزقوا بأطفال ودخلوا القفص الذهبي في عام 2013؟ كيف عايد النجوم محبيهم على تويتر؟ إيش هي أفضل 10 أفلام لعام 2013 بحسب النقاد ومعهد الفيلم الأمريكي؟ من هم المشاهير الأكثر بحثاً على محرك البحث بينج لعام 2013؟ من هم الممثلين العشرة اللي تصدرت أفلامهم أعلى الإيرادات على شباك التذاكر عام 2013 بحسب مجلة فوربس؟ أقيم حفل ختام مهرجان دبي السينمائي وزيادة فيه الجوائز على الرابحين، وكان شعار المهرجان سنوات الشغف بمناسبة مرور عقد من الزمن عليه. لقاءات مع ضيوف المهرجان في هذا التقرير. أزدل الستار على فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان دبي السينمائي التي رفعت هذا العام شعار سنوات الشغف بمناسبة مرور عقد على إقامة المهرجان الذي استطاع أن ينافس أشهر وأكبر المهرجانات العالمية بعدد الأفلام الحصرية التي تعرض فيه والنجوم العالميين الذين يستضيفهم والأنشطة الفنية العديدة التي تقام على هامش فعاليات. مش أول مرة، أنا جيت أول سنة خالص ودي تاني مرة في الدورة العاشرة. يعني مبسوطة جدا إني موجودة طبعا، ويعني حسيت إنه ضروري السنة دي نيجي. يعني شاكرين جدا دولة الإمارات عموما على موقفها لمصر وكمان لأهمية المهرجان. يعني طب هي دي تقريبا رابع مرة أجي المهرجان، مش تاني مرة، مش أول مرة. يعني مهرجان كل شوية بياخدوا خطوات لقدام بشكل وساب، يعني سريع جدا ما شاء الله. مهرجان من المهرجانات العربية الواحد يتمنى لها النجاح، يعني أي شيء عربي الواحد يتمنى له النجاح. بشكر إدارة المهرجان وبشكر أستاذ عبد الحميد رئيس المهرجان إن هو دعاني أو دعانا إحنا الاثنين لحضور الدورة دي. أتمنى إن السنة الجاية يا رب يكون لينا فيلم مشارك. إحنا لينا أفلام مصرية مشاركة، بس بتكلم يعني علينا إحنا، يكون لينا فيلم مشارك سواء مع بعض أو مش مع بعض. ده في حد ذاته برضو يبقى شيء كويس جدا. أنا بحب أنواع البرامج دي لأنها بتطلع موهبة، بتلقي الضوء على موهبة، فبحس إن أنا عملت شيء. يعني وجودي في البرنامج أتمنى إن يكون مش فكرة إن أنا ضفت له، إن هو يكون هو اللي ضاف لي. يعني أنا بروح بغرض زي ما بقول لك معجب بفكرة البرنامج وهو إلى آخره. أعتقد إن هو دخلني كل بيت عربي بشخصيتي مش من خلال شخصية جوه فيلم. بقالي كتير قوي ما ظهرتش للناس بشخصيتي أنا مش بشخصية جوه فيلم بتتفرج عليه، فأعتقد إن دي كانت إضافة كويسة جدا ليا. أنا أولا أشكر كل قائمين على إدارة مهرجان دبي السينمائي على دعوتهم لي لحضور هذا المهرجان اللي هو فعلا بالنسبة لي أنا كخليجية وأنا كبحرينية أفتخر أن احنا عندنا في الخليج مثل هذا المهرجان. شرفني حضور اليوم، استمتعت بالمهرجان، استمتعت في مشاهدة الأفلام، وأهني كل الفائزين اللي فازوا أمس كل الجوائز، وهذا شيء فخر لأن احنا كلنا كعرب كخليجيين أن يكون عندنا مثل هاي النوعية من المهرجانات. هاي طبعا مو أول مرة أندعي، أنا كنت من مهرجان رقم 1 لمهرجان رقم 5 حضرت، وقفت 5 سنين خليتهم شوية أوحشهم ورجعت لهم السنة. والله هو مش انطباعي عن الختام بس، لا انطباعي من أول يوم، من أول يوم، والحكاية حلوة قوي، حكاية تشرف قوي، موضوع تنظيم رائع، حاجة تشرف وحاجة فعلا تليق باسم الإمارات وحكومة الإمارات وتنظيم الناس القائمين على الموضوع. يعني حاجة تخلي الواحد فعلا يتمنى أنه هو في كل سنة يكون موجود عشان خاطر يوصل لأكبر مواضيع سينمائية تقدر تفيده كفنان أو كنجم
من خلال تعارف على الناس، تعارف على الممثلين العرب، تعارف على الممثلين الاجانب، تعارف على فكر الناس الاجانب عامل ازاي. ده مهم جدا ان اي فنان لازم يحضر عشان يشوف الحاجات دي. شهادتي في مجروحه الصراحه، وكل سنه عن سنه قاعد يبهرنا والافلام قاعد تبهرنا. تنظيمهم يعني هم قاعد يخجلوننا بوجودنا معاهم كل سنه، وتطور كبير حق السينما الخليجيه، ونتامل ان شاء الله السنين الجايه يكون لنا افلام نشارك فيها. والله الحمد لله. اول شيء طبعا اقول مبروك لدوله الامارات للاتحاد، وبعدين مبروك لدبي ودوله الامارات كلها، ديرتي الغاليه الاكسبو. وانا المهرجان هذا كله جو ثلاث مناسبات في مناسبه واحده، فانا جدا فخوره بالمهرجان هذا. سنه عن سنه الاستاذ عبد الحميد يحاول قدر الامكان انه يجمع نجوم العالم كله في يوم واحد. وانا جيت من سنتين، طبعا كل مره بيبقى فيه تطور جميل. الملاحظ السنه دي كم النجوم، كم كبير قوي يعني. وبعدين يعني نجوم، ونجوم من فترة كلاسيكيات يعني، يعني حسن يوسف، عزة العلايلي، الستارز القدام الحلوين دول، وأنا برضو عجوز زيهم، بس كان التشكيلة حلوة أوي. ده غير الأفلام الأجانب يعني. يعني واخد السنة دي طابع تاني كده مختلف شوية، مجمله لذيذ يعني، بنقضي وقت حلو أوي. والله المهرجان حلو جدا ومنظم جدا، وكان امنيتي ان انا اجي، او حبيت اجي، او ما قلتش لا اني اجي عشان اقول للشعب الاماراتي شكرا. وانا مش هنسى ابدا، ولا كل مصري هينسى وقفتهم جنبنا. هو الحلو في المهرجان ده انه فعلا يعني يعتبر يعني مهرجان عالمي فعلا يعني. بس هو اللي حصل ان انا ما جيتش من اول مهرجان، كان في حاجات مخصوصه كده في مصر كان لازم اعملها، فجيت اخر يومين، فانا جيت اول امبارح بس. من هم ابرز المشاهير اللي رزقوا باطفال في عام 2013؟ الجواب في التقرير. في 22 يناير رزقت المغنية شاكيرا وجيرارد بيكيه بصبي أسمياه ميلان بيكيه مبارك. في 16 فبراير رزق الممثل الإنجليزي هيو جرانت وتينغلين هونغ ببنت أسمياها تابيثا. ورزق الممثلان كريستين بيل وداكس شابرد في 28 مارس بصبي أسمياه لينكولن بيل شابرد. وفي نفس اليوم استقبل الممثل جيريمي رانر وسوني باتشيكو ابنتهما أفا رانر. نكمل جولتنا مع أبرز المشاهير الذين رزقوا أولاداً عام 2013، وهذه المرة مع الممثلين تشانينغ تيتم وجينا دوين تيتم، اللذين رزقا بابنة أسمياها أفرلي تيتم، ولدت في 30 مايو. ورزق المخرج المخضرم جورج لوكس وزوجته ميلودي هوبسون في 22 يونيو بابنة أسمياها أفرست لوكس. وفي 30 يونيو استقبلت الممثلة جيسيكا سيمبسون وزوجها أريك ابنهما إيس. وفي 11 يوليو ولد نورث ويست ابن المغني كاني ويست وكيم كارديشيان. وفي 22 يوليو أصبح الثنائي بينيلوبي كروز وخافيير باردام والدين للونا. وفي نفس اليوم ولد ولي عهد بريطانيا الأمير جورج، ففرح والده الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون. أما في 7 أغسطس استقبل الممثل فينس فون وكايلا وابر ابنهما فيرنون. وفي 29 أغسطس رحب الممثل جوش دوهامال والمغنية فيرغي بمولودهما أكسل جاك دوهامال. في 6 أكتوبر رزقت الممثلة هالي بيري والممثل الفرنسي أوليفييه مارتينيز بصبي أسمياه ماسيو روبير مارتينيز. نكمل جولتنا وهذه المرة مع الممثلة ميشيل موناغان وبيتر وايت، اللذين أصبحا والدا الصبي تومي فرانسيس وايت. آخر أولاد المشاهير المولودين في العام 2013 اسمه غريب نوعا ما، وهو بير، أي بالعربي دب، وهو ابن الممثلة كيت وينسلت وناد روكنرول. توفي والد الممثلة الفلسطينية فرح بسيسو في عمان بالأردن، وطلبت فرح الدعاء له، وكتبت في صفحتها الخاصة على الفيسبوك: أرجاء قراءة الفاتحة على روح الحاج حسام الدين بسيسو والدعاء له بالرحمة وإنارة قبره. وقامت فرح برتاء والدها بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: أمير الأمراء، أجمل وأحسن وأرقى الرجال،
كل الصفات الجميلة تعلمناها منك: الكرم، الحنية، الأدب، الحب، المسؤولية، إتقان العمل، الإخلاص. حبيبي بحبك وراح ضل حبك. تقوم المطربة شذى حسون بتجربة تقديم البرامج من خلال برنامج جديد بعنوان DSF Style، وبدأ عرض أولى حلقاته على إحدى الشاشات العربية تحت رعاية مهرجان دبي للتسوق. تعتمد فكرة البرنامج على استضافة مصممين في مجال الأزياء يقسمون على عدة فرق ويتنافسون على اختيار أزياء تخص إطلالات شذى في كليباتها وبرامجها، ويقوم الجمهور بالتصويت للفريق الأفضل أسبوعياً. بعد أن استعرضنا أبرز المشاهير اللي رزقوا بأطفال في عام 2013، نفتح ملف أبرز المشاهير اللي دخلوا القفص الذهبي هذا العام. في 23 فبراير قالت الممثلة كريستينا أبلجيت نعم للموسيقي مارتن لينوبل في حفل متواضع جرى في منزلهما في لوس أنجلوس. وفي 15 مارس تزوجت الممثلة أليسون إيستوود من النحات ستيسي بويتراس في حفل صغير في كاليفورنيا. بعد علاقة 8 سنوات قالت لوتشيانا باروسو رسمياً نعم للممثل مات ديمون في 13 أبريل خلال حفل في جزيرة سانت لوتشيا حضره الممثلون كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس، جينيفر غارنر وبن أفليك. ما زلنا مع أبرز المشاهير الذين دخلوا القفص الذهبي عام 2013، ومن بينهم الممثلة كيرا نايتلي التي اختارت 4 مايو لتحتفل بزفافها مع الموسيقي جيمس رايتون في حفل متواضع جنوب فرنسا. في 26 مايو تزوج الممثل إيرين بول صديقته لورين بارسيكيان في حفل رومانسي في ماليبو. مبتكر سلسلة أفلام ستار وورز المخرج والمنتج جورج لوكس تزوج صديقته ميلودي هوبسون في كاليفورنيا. المغنية إيفريل لافين دخلت القفص الذهبي أيضاً عام 2013 وقالت نعم للموسيقي تشاد كروغر. في 13 يوليو تزوجت الممثلة هالي بيري من الممثل الفرنسي أوليفييه مارتينيز في شاتو دي كونت في فرنسا. نكمل مع الممثلة كريستين بيل التي قالت نعم للممثل داكس شابرد في 17 أكتوبر في حفل متواضع في بيفرلي هيلز. في 20 أكتوبر تزوجت المغنية كالي كلاركسون من براندن بلاكستوك في ولاية تينيسي الأمريكية. وفي 26 أكتوبر تزوجت الممثلة كريستينا ريتشي من جيمس هيرديغان في مانهاتن. وفي 26 نوفمبر كشفت المغنية والممثلة جينيفر لاف هويت أنها قالت نعم لصديقها براين هاليسي. وآخر المشاهير الذين دخلوا القفص الذهبي هذا العام هو كريستيان سلاتر الذي تزوج من صديقته بريتني لوباز في 2 شهر ديسمبر. بعد الفاصل عمرو دياب يحتفل بالسنة الجديدة خارج مصر، وإيش هي أفضل 10 أفلام لعام 2013 بحسب النقاد ومعهد الفيلم الأمريكي. حياكم الله بعد الفاصل. قرر الفنان المصري عمرو دياب أن يحيي ليلة رأس السنة لهذا العام في رومانيا، وتم الإعلان عن الحفل اللي راح يقام مساء الثلاثاء 31 من الشهر الجاري. من ناحية أخرى من المقرر أن يحيي دياب حفل غنائي آخر في دولة الإمارات، وتحديدا في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة الشيخ راشد، وذلك يوم الجمعة 17 يناير. تعقد الفنانة والممثلة المصرية بشرى جلسات مع المخرج جميل جميل المغازي للاستقرار على الأغنية اللي راح يتم اختيارها لتصويرها كفيديو كليب. وتنشغل حاليا بشرى بجلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين للاستقرار على الأغاني اللي راح تضمها للألبوم بشكل نهائي. تعاقد الممثل يوسف الشريف على مسلسل تلفزيوني من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج أحمد مدحت، وراح يعرض في رمضان الجاي، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل عن العمل اللي راح يبدأ تصويره خلال الأسابيع الجاية. يذكر أن هذا العمل هو الثاني اللي يجمع ما بين عمرو سمير عاطف ويوسف الشريف بعد مسلسل رقم مجهول اللي عرض في رمضان 2012. إيش هي أفضل 10 أفلام لعام 2013 بحسب النقاد ومعهد الفيلم الأمريكي؟ My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49. في المرتبة العاشرة احتلها فيلم The Wolf of Wall Street للمخرج مارتن سكورسيزي، والمرشح حاليا لجائزتي جولدن جلوب لأفضل فيلم وأفضل ممثل ليوناردو دي كابريو في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية. Fairy dust.
was all this legal? Welcome, Mrs. P.L. Travers, to the City of Angels. It smells. المرتبة التاسعة يحتلها فيلم Saving Mr. Banks للمخرج John Lee Hancock، والمرشحة عنه الممثلة إيما ثومبسون لجائزة Golden Globe كأفضل ممثلة في فئة الأفلام الدرامية. Where is Mr. Disney? She's here. Well, Pamela Travers, you can't imagine how excited I am to finally meet you. Would you mind? My name is Mrs. Travers, Mr. Disney. Oh, Walt. Now, you got to call me Walt. 20 years ago, I made a promise to my daughters that I would make your Mary Poppins fly off the pages of your books. So you told the sheriff that you were walking to Nebraska. المرتبة الثامنة يحتلها فيلم نبراسكا للمخرج ألكسندر بين، والمرشح لخمس جوائز جولدن جلوب كأفضل فيلم وممثل لبروس ديرن، وأفضل ممثلة لجون سكويب عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية، وأفضل مخرج لألكسندر بين، وأفضل سيناريو لبوب نيلسون. Why didn't you tell us you was rich, Woody? David said not to. You got a lot. Hello, I've heard your music. And heard many nice things about you from Jim and Jean and from others. المرتبة السابعة هي من نصيب فيلم Inside Llewyn Davis للمخرجين إيثان كوين وجوال كوين، والمرشح لثلاث جوائز جولدن جلوب كأفضل فيلم وأفضل ممثل لأوسكار آيزاك عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وأفضل أغنية. Welcome to the world's first artificially intelligent operating. المرتبة السادسة هي لفيلم هير للمخرج سبايك جونز، والمرشح حاليا لثلاث جوائز جولدن جلوب كأفضل فيلم وأفضل ممثل لواكين فينيكس عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وأفضل سيناريو لسبايك جونز. Operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi. I'm Samantha. Explorer's been hit. Explorer, do you read? المرتبة الخامسة كأفضل فيلم لعام 2013 بحسب معهد الفيلم الأمريكي ومعظم النقاد في أمريكا هي من نصيب فيلم جرافيتي للمخرج ألفونسو كوارون، والمرشح حاليا لأربع جوائز جولدن جلوب كأفضل فيلم وأفضل ممثلة لساندرا بولوك، وأفضل مخرج لألفونسو كوارون، وأفضل موسيقى لستيفن برايس. المرتبة الرابعة هي لفيلم Fruitvale Station للمخرج رايان كوغلر، غير المرشح لجوائز الجولدن جلوب والفائز ب 27 جائزة أبرزها جائزة أفضل مخرج صاعد من البوستون سوسايتي أوف فيلم كريتكس وناشونال بورد أوف ريفيو وجائزة الجمهور في الساندانس فيلم فاستيفال. Trying to get back on my feet. I really need this job. I hired somebody else. I'm scared. I hear guns. No, just firecrackers. You're safe inside. What about you, Daddy? We'll be back before you wake up. I'm gonna be fine. You guys got plans for the night? Meet up with the fellas, head out to the city. Why don't you take the train out there? That way you guys can hang out and not have to worry about anything. You? I'm good. Happy New Year. Happy New Oscar? Year. Oscar from Pharmacia? Get off the train now! Put that phone in. Where you at? Are you still on the train? We're still at Fruitvale. Why can't you tell me what is going on? What is the problem? What are you doing? Oh my God. Good. المرتبة الثالثة يحتلها فيلم كابتن فيليبس للمخرج بول جرينغراس، والمرشح لأربع جوائز جولدن جلوب كأفضل فيلم، أفضل ممثل لتوم هانكس، أفضل ممثل في دور مساعد لباركاد أبدي عن فئة الأفلام الدرامية، وأفضل مخرج لبول جرينغراس. أما المرتبة الثانية هي من نصيب فيلم أمريكان هاسل للمخرج ديفيد أو راسل، والمرشح لسبع جوائز جولدن جلوب كأفضل فيلم، أفضل ممثلة لأيمي آدمز،
أفضل ممثل لكريستيان بيل، أفضل ممثل في دور مساعد لجينيفر لورنس، أفضل ممثل في دور مساعد لبرادلي كوبر عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية، وكأفضل مخرج وسيناريو لديفيد أو راسل. أما المرتبة الأولى كأفضل فيلم لعام 2013 حسب معهد الفيلم الأمريكي ومعظم النقاد في أمريكا، فهي من نصيب فيلم 12 Years a Slave للمخرج ستيف ماكوين، والمرشح أيضا لسبع جوائز جولدن جلوب كأفضل فيلم وأفضل ممثل في دور مساعد لمايكل فاسبندر عن فئة الأفلام الدرامية، وكأفضل مخرج لستيفن ماكوين، وأفضل سيناريو لجون ريدلي، وأفضل موسيقى لهانز زيمر. And you have no right whatsoever to detain him. من هم المشاهير الأكثر بحثاً عام 2013 على الإنترنت حسب محرك البحث بينج التابع لشركة مايكروسوفت؟ في المرتبة العاشرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. المرتبة التاسعة هي من نصيب المغنية والممثلة مايلي سايرس. المرتبة الثامنة تحتلها الممثلة أماندا باينز. أما المرتبة السابعة فهي من نصيب المغنية نيكي ميناج، والمرتبة السادسة هي من نصيب المغني جاستن بيبر. أما المرتبة الخامسة فاحتلتها المغنية مادونا. المرتبة الرابعة هي للمغنية تايلور سويفت. المغنية ريهانا تحتل المرتبة الثالثة. كيم كارداشيان التي كانت تحتل المرتبة الأولى العام الماضي كأكثر المشاهير بحثاً على محرك البحث بينج تراجعت هذا العام إلى المرتبة الثانية. أما المرتبة الأولى لعام 2013 فهي للمغنية بيونسي. بعد الفاصل، من هم الممثلين العشرة اللي جمعت أفلامهم أعلى الإيرادات على شباك التذاكر لعام 2013 بحسب مجلة فوربس؟ يا هلا فيكم من جديد. من هم الممثلين العشرة اللي جمعت أفلامهم أعلى الإيرادات على شباك التذاكر بحسب مجلة فوربس؟ في المرتبة العاشرة الممثلة جينيفر لورنس التي جمعت 700 مليون دولار من خلال مشاركاتها في فيلم The Hunger Games Catching Fire. المرتبة التاسعة للممثل كريس هامسورث الذي تمكن من جمع 701 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلمي Thor The Dark World ورش. المرتبة الثامنة يحتلها مناصفة الممثلان جون جودمان وبيلي كريستل اللذان أعطيا صوتهما لشخصيتي سوليفان ومايك في الفيلم الكرتوني مونسترز يونيفرسيتي، واللذان تمكنا من جمع 743 مليون دولار. المرتبة السادسة هي من نصيب الممثل الراحل بول ووكر الذي تمكن من جمع 789 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلم Fast and Furious 6. المرتبة الخامسة تحتلها الممثلة ساندرا بولوك التي جمعت 862 مليون دولار من خلال مشاركتها في فيلم جرافيتي. المرتبة الرابعة يحتلها الممثل فين ديزل الذي جمع 887 مليون دولار من خلال فيلمي Fast and Furious 6 وريدك. المرتبة الثالثة يحتلها الممثل ستيف كاريل الذي جمع 964 مليون دولار من خلال مشاركته في ثلاثة أفلام هي Despicable Me 2, The Way Way Back و The Incredible Burt Wonderstone. المرتبة الثانية فيحتلها الممثل روبرت داوني جونيور الذي جمع مليار و200 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلم Iron Man 3. أما الممثل الذي جمعت أفلامه أعلى الإيرادات فهو دوين جونسون مع مليار و300 مليون دولار من خلال مشاركته في ثلاثة أفلام هي Fast and Furious 6, G.I. Joe Retaliation و Pain and Gain. هل من السهل أن يكون الممثل نجم صغير في هوليوود؟ تقرير يلقي الدور. الطفل أن يمضي حياة طبيعية، لكن عندما يصبح لهوليوود علاقة بالأمر تتغير الأمور. طبعاً كثيرة هي القوانين التي تحمي الممثلين الصغار. هناك اتحاد يحرص على أن يحصل الأطفال على حقوقهم، فهم مثلاً يجب ألا يعملوا لساعات طويلة كما الكبار. يجب ألا يعمل الصغار لأكثر من بضع دقائق في اليوم. كما على الصغار أن يتجنبوا الضغط السلبي، وهو أمر قد يختبرونه خلال التصوير. لذا يحاول منتجو هوليوود أن يمنحوا النجوم الصغار حياة طبيعية قدر الإمكان، وفي معظم الحالات ينجحون
في ذلك. I mean, at the end of the day, you know, I'm just going to school. I'm just being a normal child. You know, there shouldn't really be any difference between, you know, before and now. Everyone treats me the same. My family treats me the same. My kids, my class treat me the same. My friends treat me the same. So most of them know me from Witness and things like that, and they know I've been an actor, and I've known them for, you know, I know many of them, you know, for 4 years. So we're just all good friends, you know. It's like a regular school situation. I want to keep the balance between being a normal kid and acting. You know what? It's a luxury that you get to do this. So, you know, things are pretty good. And don't get too caught up in like the daily squabble. Most of the year, I'm working and working on a film, and then even more of the time, I'm at home playing with my friends, going to school, doing all the stuff that kids likes to do. And that's basically the biggest part of my life. أما بالنسبة إلى كلير دينز فقد بدأت التمثيل وهي في 15 من العمر في ليتل ويمن. إنها برفقة جيدة مع ممثلين صغار مثلها ككيرستن دانست وينونا رايدر، كما وتعاملها هوليوود جيدا. اكتسبت شهرة واسعة وحققت نجاحا كبيرا في أفلام مثل روميو أند جولييت، ذا رين ميكر، وهوم فور ذا هوليديز، لكنها تشتاق إلى حياتها الطبيعية. I knew I needed to go to school and it's a very healthy environment for me to be in at the moment. Just to be relating to people my own age and be grappling with issues that average, you know, people, normal people, I mean, I don't know what that means, I don't think there is such a thing, but people who are not in the business struggle with. يلعب الأهل دوراً مهماً في جعل أولادهم يحققون الشهرة ويشاركون أولادهم في القرارات المتعلقة بمهنتهم. My manager reads the scripts and then if he likes it, sends it to my mom. If my mom likes it, sends it to me, and then I read the script. But, you know, there's been a lot of scripts that aren't so good, and it's hard to find a really good script. تبين أن لوالدة إلايجا وودز ذوقاً رفيعاً في اختيار النصوص، فهو صاحب العينين الزرقاوين يقدم أداءً رائعاً في Forever Young, The Ice Storm, وسلسلة The Lord of the Rings. Incredibly blessed. Be 24 years old and still doing what I love to do. الطفولة مرحلة جميلة. يدرك إلايجا ما يفعل، لذا بقي بعيداً عن النوادي الليلية وحياة السهر. إن صحف الفضائح لا تكترث لأمره لأنه لا يقوم بأي خطوة خاطئة. لا يشعر بأي ضغط ويستمتع بحياته إلى أقصى حد. I kind of tend to take it one day at a time. I try not to think too far ahead or to think too much in the past. I live for the moment. هذه ثورا بيرتش، ولدت عام 82، مضى على دخولها عالم هوليوود بعض الوقت. شاركت في فيلم مونكي ترابل وباتريوت جيمز إلى جانب هاريسون فورد. إن والديها منخرطان كثيراً في مسيرة ابنتهما، فقد كانا حاضرين في موقع تصوير أمريكان بيوتي، هذا الفيلم الذي فاز بجائزة أوسكار. كانت بيرتش في 16 من العمر عندما صورت الفيلم، لكن الأهل قد يخطئون أحياناً. تم انتقاد والدي داكوتا فانينغز لأنهما سمحا لابنتهما الصغيرة أن تصور مشهداً تتعرض فيه للاغتصاب. إنه مشهد من فيلم هاوند دوغ صورته عام 2006 وهي في 12 من العمر. أما جوابها فكان إنه مجرد فيلم وهذا تمثيل. داكوتا ممثلة بارعة تجعلك تصدق أي شيء. شاهدها فقط في فيلم War of the Worlds لستيفن سبيلبرغ وفي I Am Sam وMan on Fire. يسير إذن معظم الممثلين الصغار على الدرب الصحيحة، لكن بعضا منهم لم يتحمل ضغط هوليوود. كل مشاهير العالم اعترفوا في لحظات صدق مع أنفسهم بالمهن اللي يتمنوا احترافها قبل نجاحهم في مجالاتهم الحالية، ومن بينهم النجوم الأتراك اللي يتمنوا مهنة تساعدهم. لكن نجاحهم المفاجئ في التمثيل أو الغناء غير أمانيهم وخططهم المستقبلية، فإيش هي يا ترى؟ الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك اعترف ضاحكا: في طفولتي حلمت وتمنيت بشدة أن أصبح لاعب كرة قدم، لكنني عندما كبرت وتجاوزت مرحلة الطفولة والمراهقة بعد نجاحي بالثانوية العامة
عشقت جدا التصوير الفوتوغرافي وتوثيق كل ما أراه من جمال بعدسة الكاميرا، فقررت دراسة فن وتقنيات التصوير الفوتوغرافي أكاديميا، وبالفعل التحقت بجامعة مرمرة قسم التصوير الفوتوغرافي. لكن نجاحي كعارض أزياء خلال دراستي الجامعية ونجاحي في التمثيل غيرا لي كل خططي المهنية. الممثلة هازل كايا الشهيرة بفريحة تختلف عن بالي بيك بعشقها الكبير للموسيقى. منذ كانت في 3 من عمرها فوصفت حبها للموسيقى قائلة: كانت الموسيقى أول عشق لي منذ كنت في 3 من عمري، فشجعني أهلي عليها وبدأت من سن 4 والنصف في تعلم العزف على الكمان، واستمريت في تعلم العزف والشغف المتصاعد بالموسيقى لـ7 سنوات كاملة. وحين زادت ثقتي بنفسي في تلك الفترة تمنيت أن أصبح عازفة في فرقة موسيقية شهيرة أو أن أصبح مغنية رئيسية في فرقة روك شهيرة تجول دول العالم وتمتع محبي الموسيقى في كل مكان. لكن نجاحي في مسلسل الساحرة الصغيرة ثم في الحب الضائع ثم العشق الممنوع جعل الأمور عندي تختلف، فتحولت إلى التمثيل واخترته مهنة أساسية لي. أما الممثل التركي أركان بيتاكيا الشهير بالقبطان علي فقد كشف عن حبه الشديد منذ كان طفلا للحرية وللانطلاق، لذلك تمنى في طفولته أن يصبح طيارا وحلم لسنوات طويلة في التحليق في السماء عندما يكبر. ويعترف أن ظروفه العائلية والوقت حالا دون دراسته الطيران في صباه، وقد تحول إلى التمثيل عندما أتيحت له الفرصة. جاء تمني الممثلة التركية الشقراء بادا إيشال الشهيرة بيبانا في عودة مهند مناسبا لها تماما. فماذا تمنت هذه الحسناء الرشيقة؟ قالت: عشقت الموضة والأزياء منذ مرحلة مراهقة الأولى، لهذا درست تصميم الأزياء في الجامعة وقررت بأن أصبح مصممة أزياء عالمية في الوقت الذي يؤكد فيه الجميع براعتي في الرسم وتصميم الأزياء. لكن نجاحي في التمثيل وانطلاقي عالميا في أدوار عديدة حققت لي الشهرة في فترة وجيزة، خصوصا بعد مشاركتي في مسلسلين هامين هما إزال وعودة مهند جعلني أتخلى عن حلمي. كشفت الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلاميس عن أنها لم تتصور يوماً أنها ستكون ممثلة مشهورة، إذ تمنت في طفولتها أن تصبح دكتورة وكانت تشتري الألعاب والملابس البيضاء التي تشعرها بذلك. ثم بعد سنوات تمنت أن تكون مهندسة معمارية أو مهندسة إلكترونيات مثل والدها الذي يساعدها حالياً في استثمار جزء من ثروتها في الإلكترونيات. المهنة الأكثر فرحاً ومرحاً كانت اختيار الممثلة التركية دونيس شاكر الشهيرة بفتون التي انطلقت شهرتها في العالم بمسلسل الأوراق المتساقطة وحريم السلطان 3، حيث قدمت دور شاه سلطان أو السلطانة شهرزاد. وقد كشفت فتون حبها الكبير جداً لكل أنواع الرقص وأنها في فترة مراهقتها كانت تحلم بحماس وتتمنى أن تصبح راقصة باليه أو راقصة فلامينغو إسباني، لكن نجاحها كممثلة في المسرح والتلفزيون والسينما حول مسارها المهني إلى طريق آخر لم تتصوره يوماً أو تمنته لكنه حدث. بعد الفاصل، إيش هي الأفلام العشرة اللي حصدت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر في أمريكا لعام 2013؟ حياكم الله في القسم الأخير، إيش هي الأفلام العشرة اللي حصدت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر في أمريكا لعام 2013؟ في المرتبة العاشرة فيلم World War Z للمخرج مارك فورستر وبطولة براد بيت وميراي إنوس الذي جمع 202.3 مليون دولار. What is this? It's the same worldwide. Someone doing better than we are. We don't know. Hi, Captain. المرتبة التاسعة هي من نصيب ستار تريك انتو داركنس للمخرج جي جي أبرامز وبطولة كريس باين وزاكري كوينتو والذي جمع 228.7 مليون دولار. 2, 3, 1, 7, 4, 6, 1.
One. Coordinates not far from Earth. If you want to know why I did what I did, go and take a look. Give me one reason why I should listen to you. I can give you 72. And they're on board your ship, Captain. Theodore the Good Witch. Where's your broom? You don't know much about it. في المرتبة الثامنة فيلم Oz The Great and Powerful للمخرج سام ريمي وبطولة جيمس فرانكو وميلا كونس والذي جمع 234.9 مليون دولار. Save you. The royal treasure of Oz. It belongs to you. But only after you defeat the wicked witch. Just how wicked is she? Towns were destroyed. Children were orphaned. A great wizard from Kent. This is what 100 million buys, huh? المرتبة السابعة يحتلها فيلم Fast and Furious 6 للمخرج جاستن لين بطولة بول ووكر وفين ديزل والذي جمع 238.6 مليون دولار. I know you didn't do it, but you're gonna help me take down the team that did. Explorer's been hit. Explorer, do you read? المرتبة السادسة هي من نصيب فيلم Gravity للمخرج ألفونسو كوارون وبطولة جورج كلوني وساندرا بولوك والذي حصد مبلغ 253.5 مليون دولار. المرتبة الخامسة للأفلام التي حصدت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر في أمريكا لعام 2013 يحتلها الفيلم الكرتوني Monsters University للمخرج دان سكانلن وبطولة بيلي كريستل وجون جودمان الذي حصد 268.4 مليون دولار. المرتبة الرابعة هي من نصيب فيلم Man of Steel للمخرج زاك سنايدر وبطولة هنري كافيل وإيمي آدامز والذي جمع 291 مليون دولار. Out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. Hold the horses. Who are you texting? المرتبة الثالثة يحتلها الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 للمخرجين بيير كوفن وكريس رينو وبطولة ستيف كارال وكريستن ويغ والذي حصد 367.4 مليون دولار. You do? Your bald head. Oh, yes. Sometimes I stare at it and imagine a little cheek popping out. Good night, Agnes. Never get older. I can't go on acting. المرتبة الثانية هي من نصيب فيلم The Hunger Games: Catching Fire للمخرج فرانسيس لورنس وبطولة جينيفر لورنس وجوش هاتشرسون والذي جمع 371.7 مليون دولار. We have to go before they kill us. They will kill us. People want to fight. I'm staying. Me on a single platform. أما الفيلم الذي جمع أعلى الإيرادات على شباك التذاكر في أمريكا عام 2013 فهو Iron Man 3 للمخرج شين بلاك وبطولة روبرت داوني جونيور وغوينيث بالترو والذي حصد 409 مليون دولار. قدم الفنان جابرييل عبد النور أمسية ميلادية في قصر الأونسكو بحضور فني وثقافي وإعلامي وبمشاركة كوراله الخاص وكورال مدرسة إيليزي بقيادة فادي مدور. استهل الحفل بوضع ملكة جمال لبنان لعام 2012 رينا شيباني شعلة السلام على المسرح واللي سبق وتجول فيها عبد النور في لبنان خلال هذا العام. قدم جابرييل في هذه الأمسية مجموعة من الأغاني الميلادية العالمية بأكثر من لغة. الحضور تجاوب بشكل كبير مع الأعمال اللي أداها جابرييل عبد النور الأوبرالي، واختتمت الأمسية بتقطيع قالب الحلوة احتفالاً بمرور سنة على إطلاق شعلة لبنان واللي راح ينطلق فيها عبد النور في الخارج خلال عام 2014. كيف عايد النجوم محبيهم على موقع تويتر وإيش هي العبارات اللي عبروا فيها عن مجيء الأعياد؟
نجوى كرم كتبت: إن عاد عدني تتكون أحلى، وإن عاد عقول تتكون أسمى، يعقول أنت اللي شبعت تصير الدني قدام عيوننا، لا تهزنا الدني ولا عيوننا تعمى. نوال الزغبي أطلت على الجمهور بجلسة تصوير مميزة خاصة بالميلاد وقالت: إلى أصدقائي وعائلتي القريبين والبعيدين، أحبكم وأتمنى لكم أعياد مجيدة. هيفاء وهبي قالت: عيد مجيد للجميع، أتمنى لكم الحب وكل شيء جميل تتمنونه. كارول سماحة طرحت فيديو صغير قرابة الدقيقة حيت فيه متابعيها وتمنت لهم أعياد مجيدة وشكرتهم على دعمهم ومحبتهم لها، وعلقت سماحة على الفيديو قائلة: إلى كل ملائكتي هذا الفيديو هدية مني إليكم بمناسبة عيد الميلاد، أتمنى لكم كل الحب والسعادة في العالم. ديانا حداد قالت: مساء الخير والأيام الجديدة والناس اللي محتفلين اليوم، إن شاء الله أيامكم كلها أفراح وأيام مجيدة. حلقة اليوم من عربوت خلصت، أشوفكم بكرة في أمان الله.